سعيا منها لتسهيل عملية التسجيلات المدرسية وتوزيع كشوف النقاط، اعتمدت مديرية التربية للجزائر غرب تطبيق إجراءات احترازية على مستوى المؤسسات التربوية. تحقيم جميع المرافق العمل، كذلك جميع المؤسسات التربوية للأطوار الثلاثة. ثانيا وضع الكمامات إجباري. ثالثا تباعد بين الأشخاص. كل الظروف مهيئة لاستقبال التلاميذ وأوليائهم حسب لائحة من الشروط الوقائية. الأولياء أبدوا ارتياحهم لهذه التدابير. جيت ندفع الدوسي، هاي منظمة الحالة لاباس، البلايطات من الحالة منقية لاباس بيها والله الحمد لله. كيفاش حتى جيت؟ عطوا لي رونديفو، عيطوا لي عاودت جبت الدوسي وباش ندفع. في التليفون وقالت لي اليوم ثلاثة ضواحي صباح جيبي كامل الدوسي. جيت كيما لقيت كل حاجة، كاين اسم نظام، كاين كل حاجة، جيت نسجل. اعتمدنا على استغلال المساحات من أجل تحقيق التباعد. قلنا باتصال الأولياء عن طريق السيت الإلكترونيك. أغلبية الأولياء يعني تواجبوا مع هذا. إذن فعلى التلاميذ وأوليائهم إلا الامتثال للإجراءات الوقائية حفاظا على صحتهم وسلامتهم.